مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين لا مرحمنا سواك يا ارحم الراحمين مولانا نسعى ورضاك تدير حقنا شو المعارضه تجمعهم ما تعطيونا البطايق ديالنا ويكفيونا هاد المعاناه راه يومين كيموت الاخوان ديالنا كيدوا عام الغمه ديال البطاقه هذه الوقفة 25 تقريبا وحنا كنعانيو مع هاد الناس لا مكاينش كاع اللي كيجاوب لك تقول لك شحال في الساعة تعطونا وعود بركو معنا داك الأسبوع اللي فات وقلنا راه غتخبركم السيدة العمدة ولحد الآن راه مكاين حتى شي حل راه لا يعقل عباد الله واش تضرب في قطاع عباد الله 30 عام 5 عاد وراه كلهم ضاربة 40 35 عام ويخرج إنسان على بطاقة عباد الله دروكم تحيد ليه ما الناس في ليدك باقيين كيستافدوا لو ناسيف كيستافدوا جميع القطاعات اللي كانوا تحت وصاية الدولة كلهم الآن ناس تقاعد تقاعد في المستوى وكيستافدوا جميع الحقوق ديالهم المشروعة وحنا هي شدونا ما تعرفها علاش دابا ملي كنهضروا تيقول لك حق أرز عندها عز ولا يعقل تجيب لي مستثمرة عباد الله وتقول لي أنا عندي عز ديال 40 مليار وحنا مالنا ها كاين مكتب المحاسبة ديروا لافونتير لشغلكم انتم هذاك الشيء اللي كتحملوا انتم اللي كتسيروا القطاع ماشي حنايا ماشي حنايا تبنيوا علينا حنا ما درنا لكم حتى حاجه حنا ناس متقاعدين ادينا الرساله كما هو معلوم خرجنا تناخذوا ديك البطاقه الناس كيمشي يجيبوا بها عدو حتى فين غادي نمشيو لمراكش فاس مكناس راه لا يعقل وقطاع حيوي ديال الدوله علاش حنا ما نستافدوش دابا 40 مليار شكون اللي غادي يدي غادي العمده غادي هاد المنتخبون راه غادي الشعب الضرائب ديالو راه الناس خصهم يفهموا هادشي هذا راه الوطن للجميع ماشي واحد المجموعه تقري ولادها مزيان في السيارات البونات المازوت لوطوروت شحال ديال المصالح عندهم فابور عباد الله ما كيعطيو فيها حتى درهم والناس كتكرفس شكون اللي مكرفس هنا راه الطبقه الكادحه تاكل في العصا غلاء الاس اللي تعطوك ما تقدكش واش بالله عليك والصالير ديال 2000 درهم غتخلص منه الضو الماء الكرا تركب ما فهمتش هذيك البطاقه الهويه ديالي انا خدمت في واحد القطاع درت في واحد الحياه ديالي عطوني بطاقه ديالي ما لا غلا ولا ما طالبين حنا حتى شي حاجه ما طالبين سكن ما طالبين حتى شي حاجه بطاقه عباد الله تحيد لك راه لا يعقل حيت هما عندهم مصالح عندهم السيارات الفاريه ما كيخلصوا حتى درهم الشعب تيموت وكيتوفى راه من هذا المنبر راه حنا والله ما نفاكي البطاقه ديالنا باي طريقه غناخذوها هاد الناس راه ما بغيدونوا معنا حتى حل عطاونا وعود كتعرف الوعود ديال هادو راه الكذوب راه ما كاين والو لا احزاب لا نقابات لا تداك المجتمع المدني هو ما جات شي فريق هنا سادنا هاد الناس واش عيب الله بحال هادو باقيين يسخسخوا فيهم الناس راه خصهم يكرموهم يعطيهم امتيازات وفي الاخر يجي يحيل لك بطاقه كتركب بها يقول لك احنا عندنا عزيا 40 مليار وحنا مالنا شركه ضاربه 6 سنين عيب الله عندها 40 مليار على الاطر المغربيه فين هي علاش ياك هو مستثمر راه خصو يجبد الفلوس ماشي كلشي من ظهر الشعب